الكلام ده او الرؤيه المستقبليه بتاعتي
فيما وضعنا نحو 13 مهرة. المهرة الأولين ممكن نعرف 13 مهرة كمحاور عامة كده. عندنا المهرة الأول ماذا يجب أن يتوافق رئيس الجامعة كمقاومة ذاتية. المحور الثاني تطوير المؤسسة. المحور الثالث قيادة إدارة الجامعة. المحور الرابع تمويل الجامعة. المحور الخامس التعليم. المحور السادس الطلاب. المحور السابع الاقتصاد الراجع والجامعة والمجتمع وأعضاء التدريس والجهاز الإداري للجامعة، المستشفيات الجامعية، المجال الدولية للجامعة، استخدامية الجامعة. لو بدأنا كل محور من هذه المحاور هنجد المحور الأول. ايه الصفات او الخصائص اللي مطلوبه من رئيس الجامعه؟ اولا شخصيه كلها مصداقيه ويكون في طريقه مشروعه او طريقه صحيحه، واعتقد ان احنا بنعمله النهارده ده جزء من الطريقه الصحيحه والطريقه المشروعه اللي معاكم المحترمه اللي بتختاروا بيها رئيس. المهم صراحه احترام وحب اعضاء التدريس لان ده هنعكس على عاملين المؤثره والمساعده، مش حد يشتغل لوحده، لازم كل الناس تشتغل مع رئيس الجامعة. أن يكون لديه رؤية واضحة ومناصب أساطير. أن يكون متميز عليه لأن هو رئيس الجامعة يعني في نهاية اليوم هو أستاذ الجامعة. أن يمتلك خبرات كبيرة سابقة في المجال الإداري والمجال الأكاديمي. لأن مش ممكن رئيس الجامعة ما يكونش عنده خبرات وما يكونش اتوجد في مناصب إدارية وخبرات كبيرة سابقة. الأثر في الروعة والفكر القائم على البحث والدراسة المتأنية بما يحق لصالح الجامعة. والنقطة المهمة طبعا زي ما حضرتك كلها عارفين التفرق في إدارة الجامعة. عاوزين رئيس جامعة متفرق، ما يكونش مشغول بأشياء أخرى. القدرة على اتخاذ القرار المناسب والوقت المناسب، لأن التأخر في اتخاذ القرار زي يرجع بيزيد عدد القرار. وبعدين أهم حاجة أن يؤمن رئيس الجامعة أنه يمثل جامعة طنطا بالمجلس الاعلى الجامعي وليس العكس. رئيس الجامعه لما يبقى قوي هو بروح مجلس الاعلى الجامعات ممثله بجامعتهم ينقل لهم امالنا وطموحها وقراراتها وكل حاجه في المجلس. وما يكونش العكس ان هو جاي مجلس الاعلى الجامعات عشان يملي تعليمات ويملي قرارات على مجلس الجامعه. اخيرا انه يجب على رئيس الجامعه ان يدير ولا يغار، يجب عليه ان يفكر ولا يفرق، يجب علي ان يبادر ولا يبادر. الخطوه الثانيه هو عن تطوير المؤسسه. تطوير المؤسسه من لا يتطور يتكلم حتى ولا سبب على حاجه. عشان نطور المؤسسه الجامعه زي ما الله هنسعى للتطوير ان شاء الله نغير الجامعه، لكن ازاي؟ اول حاجه نقطة البيت إن مش ممكن عن رغبة الجامعة دون تعديل قانون تنظيم الجامعات. الذي لم يعد صريحا مطلقا، والأمر ده هيمثل قضية الأولى وهيمثل نقطة الانطلاق الحقيقية. النقطة الثانية تعديل وتطوير الهيكل الجامعة، وتطوير دور مجلس الجامعة وعلى طرف مجلس الأعلى الجامعات. أعلم أن يكون لدينا مجلس جامعة قوي يستمد قوته من شرعية الكتاب من جموع أعضاء التدريس. مجلس يعتبر مهاجم مسائل الامور التي تدفع الجامعه امامها، زي انشاء وحدات جديده دون انتظار، زي اتخاذ قرارات وتفعيل لا تحتاج مجلس اعلى الجامعات، فهناك كثير من الامور الروتينيه احنا لا نحتاج مجلس اعلى الجامعات، الكلام ده خلاص عاوزين يبقى مجلس طالما احنا مجلس منتخب ومجلس قوي ولا شرعيه، اعمل الواجب ولا انتخاب قرار تعليم. ايضا نقطة مهمة جدا في تطوير المؤسسة إنشاء وحدة للبحث العلمي. طبعا في ناس هتقوم عاملينها لدرجة الدراسات العليا، لا، وحدة مستقلة يرقصها ويقوم على أساس أستاذ من المهتمين بالبحث العلمي ويكون لها وزنة مستقلة بعيدة عن كل التعقيدات وبعيدة عن الروتين. النهارده الجامعات بتدخل في التصنيف العالمي داخل عن طريق البحث العلمي، داخل عن طريق النشر الدولي، واحنا مش اقل من هذه الجامعات وخاصه ان احنا عندنا ناس يعني عارفهم جميعا بالاسم يعني. تفعيل وتطبيق مبادئ قانون الوكاله الفكريه. تنازع بكل جهد الدخول في التصنيف العالمي والحصول على تقييم مناسب من جامعه طنطا يتناسب مع كل الوكالات اعضاء التدريس.
تطوير موقع جامعة طنطا للجنون بكافة اللغات الأجنبية للتعليم في داخل الجامعة والتواصل مع الجامعات الأخرى. أهم حاجة نهج التواقع لأي عملية واضحة محددة وأخرى إدارية في موقع أقساط 3 شهور، لأن من بره لازم تستمد كلوائح مالية ولوائح إدارية أخرى. إنشاء وظيفة أمين جامعة مساعد المستشفيات، فكلنا نعرف أن المستشفيات تحتاج لوقت كبير، ولابد عشان ننظف المستشفيات الجامعية في جامعة طنطا هنخصص وظيفة أمين جامعة مستقلة بيها، جامعة أمين جامعة مساعد مستقلة بيها علشان المنصات والمؤسسات اللي بتتم بصورة صحيحة. إنشاء إدارة تأمين المواد الذاتية للجامعة. مهمة جدا لأن النهارده ما قدرناش تأمين في ظل عجز الموازنة ومحدودين الموازنة العامة الدولية ما قدرناش تأمين المواد الذاتية للجامعة، وهنعمل فيها صندوق مكافحة المواد الذاتية هنعلمه على الجميع علشان يبقى فيها تنافسية، والأمر ده يحتاج أكتر من قرار مجلس جامعة. مجلس جامعة قوي ينتهي القدرة على نتائج مثل هذا القرار. وأقدر نعمل النهارده في اللوائح البشريه المراكز او الوحدات ذات طابع خاص، لان انا لما كنت مشرف على هذه المراكز كان عندنا قيد ان الجامعه تاخد مبالغ كبيره جدا من هذه الوحدات، فبالتفعيل بتاعتها او تفعيل الوحدات بتحقيق هذا الجهاز كان بيبقى فيه شويه كده، فاحنا عاوزين نعيد اللوائح بيها بحيث نحقق علامه طابع كبير ونوزع هذا الطابع بالعقد بين الجامعه والكليات والاطفال وهم بيقوموا كبير عشان يبقى تحفيز لهم. امر مهم جدا ان احنا نطور لوائح الدراسات العليا لان ده مطلب ضروري ان احنا نطوره. ايضا تطبيق قواعد الحوكمه الماليه. النهارده المعارف العالميه المحترمه كلها بتطبق قواعد الحوكمه الماليه والحوكمه الاداريه. والحوكمه مختصره جدا، الاداره الرشيده، الرقابه الشامله، توزيع المسؤوليات والشفافيه والمحاسبه. مهمة جدا الحكام الجامعة زي ما احنا بنسعى دايما الحكام الشرعية. أيضا تطوير الأدوات التي تحقق سهولة الأداء. في أدوات تحقق سهولة الأداء في العمل زي إيه؟ زي التصميم والنابر عشان نقدر نابر كذلك. بدل من تركيز السلطة في شخص واحد، لأن مهما كان الشخص ده ومهما كان القرار ما يقدرش يقوم بكل هذه السلطات. فاحنا إذا كان عندنا هذه الأدوات تسير لذلك نتبع بيها. ورئيس الجامعة له مهام تساهم في تصوري أن رئيس الجامعة له مهام تساهم لعدم الأمان، رعاية أعضاء البوليس وتنبيه الموارد الذاتية للجامعة، وفي نفس الوقت التطبيق والإنابة والحاجات دي تخليها المأمور والجميع اللي يكون في تراش الجامعة. باختصار عشان نحقق التطوير المؤسسي لازم تكون فيها رؤية استراتيجية، طبعا رؤية استراتيجية واضحة ولا تقفل الاشتراك، لازم يكون في إطار تنظيمي واضح يتسم بالوضوح وضع النظر، يكون في هيئه اداره فعال، وطبعا هيئه الاداره عشان تبقى فعال يبقى في توزيع الادوار وتوزيع المسؤوليات. كمان مفهوم الحزم الجاد مع المرونه وتجنب الدين الامن. المرحله الثالث قياده اداره الجامعه. انا الحقيقه لو ربنا بشكل اداره الله سبحانه وتعالى وهي رئيس هذه الجامعه فانا بتعهد ان انا وده يعني مش موسم ده يعني روح دائما كانت يعني كنت يعني اعتقد بها في السابق والحالي ان لازم يكون في حد اقصى في داخل رئيس الجامعه والمرور رئيس الجامعه. ولازم يكون في حد اقصى للقيادات العاملين في الجامعه من القيادات، لان يعني التجربه اعتقد ان الناس دي بتختار مبالغ كبيره جدا سواء القيادات بتاعت الجامعه او القيادات الوظائف في الجامعه. وطبعا لما في جاب كبير بين انت تتقاضى رئيس النواب وانت تتقاضى عليه الرئيس. ولذلك لو جاء كرام الله كرام الله تبرعا والكلام ده يبقى معلن وواضح كبير. ايضا من ضمن القياده بتاعت الجامعه اعداد دراسه رقم للموارد الجامعه والعمل على ضخ الموارد الباطنيه وعرض نظر التقصد لتوظيف الموارد في ضمن الاولويات الموضوعه، الامر الذي يحقق اصلاح هيئه المال للجامعه. العمل على بناء الفيدرال استحداث وظيفه جديده لقياده الجامعه وهي نائب رئيس الجامعه بشؤون الماليه على دوام المنتدى الجامعات العالميه والخاصه، ويمكن عندنا في مصر الجامعه المدنيه اول نائب رئيس جامعه عينه هو نائب رئيس الجامعه بشؤون الماليه باعتبار شؤون الماليه تتمه لعلاج الجامعه. تفصيل
الجامعة وطريقة الإدارة في الكليات مع كذا عام. تطوير نمط الإدارة لتعميق مفهوم الإدارة في الجامعة. كلنا رجال وكلنا مسؤولين. وعشان كده الجامعة بقت مع بعض. فمفهوم الإدارة في الجامعة ده مفهوم مهم جدا، وعشان نوسع الإدارة بشكل في مسير الكليات والمدارس والدراسة والفرح والقرار والمناسبة وتبقى مفهومة. أي برامج بناتج عن تفاعل جميع الأطراف المختصة بهذا الأمر. تشكيل لجنة استشارية للجامعة تعمل بمواصفات وصلاحيات مجلس الأمناء للجامعات الخاصة أو الجامعات العالمية. أيضا تعميق التواصل مع أعضاء التدريس والهيئة المعاونة والعاملين للجامعة من خلال علاقات دولية، تواصل مستمر بالبريد الإلكتروني، إعلان قرارات مجلس الجامعة دوليا على الموقع الإلكتروني. وبين ممثلين الهيئة المعنى في المجالس الرسمية. أيضا زيادة تعريف الدور الإداري للمجالس الحاكمة في مؤسسات الجامعة خلال المجلس القسم وحتى مجلس الجامعة. التزام بالشفافية التامة والعالمية المطلقة فيما يخص موازنة الجامعة. موازنة الجامعة القانون اللي هو بتاع تنظيم الجامعات المادة 153 بتقول يلتزم رئيس الجامعة بعقد الموازنة سنويا لحد النهارده اليوم اللي انا اعتمد مشاهد ما حدش يعرف حاجة عن الموازنة ولا في ثقافة الموازنة. احنا لابد نلتزم بهذه الشفافية. الموازنة اللي بتبين الإيرادات والمصروفات والمنتفعات نص عن هذه الموازنة ربع سنويا ونص عن الموازنة النهائية في نهاية العام. كمان الإفصاح عن موازنات الوحدات ذوي الطابع الخاص. إعلان بنود الموازنة على موقع الجامعة وعقد اجتماع سنوي وموسع على أعضاء التدريس والهيئة المعاونة ليهم هذا التشجيع. دراسة موسعة بدون المواد الذاتية للجامعة، الصناديق الخاصة، البرامج الجديدة، البرنامج المالي، التعليم المفتوح. نشارك فيها ممثلي أعضاء التدريس والدرجة الإدارية بجميع مستوياتها وحددها بأمورها المالية والقانونية علشان نعيد التوزيع ويبقى فيه كفاية في الإيرادات وعدالة في توزيع هذه الإيرادات. المحور اللي بعد كده او لسه مش بعيد هذا المحور اعداد معايير واضحه وموازنه تتوافق عليها كافه الاجراءات المعنيه لاختيار المدير ورؤساء الوحدات والبرامج الخاصه والتعليم المفتوح. طالما ان احنا بدانا في البيئه الديمقراطيه والمناخ المبارك اللي احنا بنعيشه في الوقت الحالي ولقينا في اسهل صوره بنقول لكل مراكز الوحدات الخاصه وكل هذه المراكز ومراكز البحوث نختار المدير بتاعها اجراءات من بأي آلية احنا نتفق عليها. المحور اللي بعد كده محور مهم جدا تمويل الجامعة. لأن لازم نشوف طبعا اللي هو هيمول الجامعة ويمول الأهداف القانونية بتاعتها. الحقيقة هناك ثلاث مصادر لتصوري لهذا التمويل. أول مصدر مصادر عامة زي الموازنة العامة للجامعة. المصدر الثاني والمهم بقى اللي في ايدينا هو الوعي الاستراتيجي. علشان ننمي المواد الذاتية بتاعة الجامعة لازم نتوسع في البرامج الدراسية الجديدة والتعليم المفتوح. لازم نتبنى مجموعة من البرامج التي تمنح لخريج الجامعات شهادات مهنية دولية أو محلية، مثلا مدير مشروع محترف البي ام بي، أو شهادة الإكمال الأمريكي المهندسين البي دي ال، أو شهادة المحاسب الإداري، أو الماجستير المهنية في المحاسبة والإدارة، وغير ذلك من حاجات كتيرة جدا إنها شهادات مهنية وكلها مقارن وبالتالي ما هو الموارد الذاتية للجامعة. أيضا إبرام الاتفاقيات مع الغير زي الجهات الحكومية نبرم معاها اتفاقيات عشان نعملها برامج تدريبية للمعلمين بيها ونعملها خدمات استشارية. نعمل اتفاقيات مع جمعيات أهلية عشان نقدم دورات التعليم المستمر. نعمل اتفاقيات مع شركات الدعاية عشان تعمل لها تسويق لهذه الدورات والمعلومات المهنية والخدمات الشرعية عشان نعمل موارد ذاتية. أيضا إعادة هيكلة وتنمية وتطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة جيدة وتنمية المواد وتطوير مركزات ذوي الطابع الخاص في كلية الطب. كلية الطب يعني شفنا مثلا تقرير الطب المشروع عندهم كل قسم علمي وحده ذات طابع خاص. كل قسم علمي وبالتالي فيه وكل واحد ذات طابع خاص تتمتع بغير الاداره وشفافيه الاداء وكل ذلك موجود بالعكس في تنميه مهارات اداء الجامعه وبالعكس ايضا ارتفاع شغل اعضاء التدريس. انشاء مراكز الخدمه العامه تابعه لجامعه طنطا في المدن الكبرى
الخارجية عشان نوصل احنا النهارده نوصل للعميل بتاعنا. ممكن نعمل مركز خدمة عامة في الفترة الجاية مثلا، ممكن نعمل مركز خدمة عامة في المحل الجغرافي فور، بحيث ان احنا نقصد العميل ونعصر الحجم الغذائي ونعصر المقدرات بتاعتنا. قضية مركز الطباعة والتوجيه للدراسة في الجامعة. الدراسة في تسويق مركز زي الطابع الخاص. كل مرة يكون في إنشاء قوة جديدة يعني زي طابع المحل الأهم المحلات الرابعة موجودة، ممكن ننشئ طابع جديد في مدن أخرى أو في دول أخرى، خاصة اللي هو الحوض النيل اللي إحنا عايزين نوصلها زي مؤسسة جامعة اسكندرية الأولى ووسط جامعة القاهرة والحكومة إحنا عايزين نوصل برضه زي دول. أيضا من الحاجات المهمة جدا إن القرارات للهيئات والمنظمات المانحة دوليا ولجان الأعمال والصناعة. والتبرعات اللي هتحصل في الفترة الجاية هيبقى لها دور كبير جدا، خاصة الثقة اللي هنمنحوها لينا كمان في الجامعة المنتدى حصل على شرعية كاملة من مجموعة أعضاء باريس، وبالتالي الستيك هولدرز أو الناس الآخرين هيمنحوا إن شاء الله ويكونوا تبرعات. أيضا من ضمن في محور غير تقليدي للتمويل اللي هو الوقف العلمي. والوقف العلمي ده يعني في 30% من الجامعات التركية بيمول الجامعة بتاعتهم عن طريق الوقت العلمي. جامعة أم جمهور في السودان 50% من تمويلها عن طريق الوقف العلمي. بينما احنا في مصر الوقف العلمي مقصور عن مراحل دينية من أيام إنشاء جامعة القاهرة قبل ال 50. المحور الخامس التعليم. والتعليم ده يعني مهم جدا لأنه في نواحي خاصة بالبرامج التعليمية ونواحي خاصة لأنه في برامج تعليمية من غير البنية التحتية والبنية اللي احنا بندرس فيها. تحسين البنية التحتية لعمليات التعليمية في الكليات. طبعا هندسات المشروعات الإنشاء المحلية. تنظيم المباني الحالية وتحسينها. في كليتين عاوزين يتطوروا، كلية التمرين وكلية التربية النوعية. في توسعات كتيرة بتشمل أماكن الوفاة والكليات خاصة بكلية التربية. كلية التربية في أمس الحاجة المباني بتاعتها مباني غير الصقور وفي أمس الحاجة إنشاء جديد عشان تكون مدرسات بالرسالة بتاعتها ولا سيما التربية دي كل الأم يعني. أيضا إن شاء الله إن شاء الله الضيافة تكون برسالة فرد للجامعة على الرغم من معمول في الصور ومعمول في الجامعات التانية لاستقبال الضيوف الوافدين لها فضلا عن استضافة الأساتذة وأعضاء الرئيس المختلفين. أيضا البدء في دراسة إنشاء بلاد جديدة. هل الجامعة طنطا ما زال على قاعدة منذ إنشائه بل ناقص لما كلية الدكتور بيتر راحت نطاق الجامعة في الشيخ. عشان كده عندنا كليات زي كلية حاسبات ومدن معلومات، كلية السياحة والآثار، كلية الدكتور بيتر، كلية فنون جميلة، كلية فنون تربية، نعمل كليات متخصصة بيئية زي ما غرار الكتابة السعودية عملوا كليات تفيد المجتمع، كليات كتيرة جدا منتشرة في ربوع البلد وبتحقق قرارات دوامة تنعكس على ايضا تطوير البرامج التعليميه بتصبح اكثر توافقا مع احتياجات سوق العمل وكذلك المعنيين العالميين. ويتم هذا طبعا بجهود اعضاء رئيس الكليات مع تقديم الدعم اللازم من الجامعه وتسهيل تواصل الاقسام العلميه مع مصدر سوق العمل الخليجي. توسيع نطاق الانشطه العلميه لاعداد الطلاب للتنافس على فرص العمل مثل تنميه قدراتهم في السوفت سكيلز ومهارات الحاسب والتواصل والقياده وما شابه ذلك. ايضا من ضمن العمليات التعليميه العامه تحديد سوية شكليات الهندسه وتطويرها انشاء معامل واختبارات حديثه في كليه العلوم. وعارفين كليه العلوم تاثيرها في البحث العلمي وكليه العلوم في جامعه اسكندريه لها الفضل ان الكليه دخلت في النشر الدولي لان طبعا اساتذه كليه العلوم لهم باع كبير في هذا المجال. في العلوم طبعا الطب والصيدله وطب الاسنان تقديم الاثار التجريبيه الاداب وتحديث المعامل الحاليه. ايضا من ضمن الحاجات المهمه ضروره توفير المزرعه عن بلد من الطلاب للزراعه. تعقيد الصانع الجيد بادوات هي الادوات اللي هي بتخلي الصانع الجيد. بس لما تبقى كليه زراعه من غير مزرعه تبقى كانها ولا حاجه. وايضا كليه زراعه محتاجه امكانيات اخرى علشان كليه الزراعه تساعد كميه المهاجر الزائد. ضروره توفير دعم كليه التربيه بصفه خاصه لكليات الجامعه المختلفه بصفه عامه بمكاتب وتجهيزات تامين وعشان التدريس. ما تقولش الاستاذ خلال على اساس كبير ومكتب قريب ولا مكتب جدا يعني يبعد عن طموح من ناحيه ماليه او طموح حتى من ناحيه التفاصيل بتاعته. دعم كليه التربيه بدائما المنشات والتجهيزات الرياضيه الملائمه وحمام سباحه لمساعدتها في احياء
ليها دافع وعملت مشروع بتاعها ونزعوا او نتمنى انها تبدا في 2012 وايضا برنامج بتاع اعداد برنامج تعليم الدكتور في خريج التربيه. المحور الطلاب والطلاب ده انا نازل دعم طريقه التعبير ومشاركه الطلاب، ساعدهم في اصدار اللائحه الجديده، ساعدهم في احتمال هذه اللائحه المدرسه الاعلى والجامعات، نقدم كل الفاسيلتيز او كل التسهيلات للطلاب في المنشاه الثقافيه والفكريه، وده بيبقى دعم كبير في شاعر على مشرف الجامعه في المنافسات والدراسات. اهتمام بالرعايه الصحيه للطلاب، تحسين مستوى الخدمات الصحيه المقدمه لهم. تطوير ادوات المدن الجامعيه وزياده دعم الكتاب الجامعي. عقد اتفاقيه مع شركه النقل العام في طنطا على اساس وصل المواصلات مستمره وكورسات خاصه في مكتبات وكورسات عشان توصل الناس للمجمع السريري على سبيل المشكله بالنسبه لها. المحور السابع الوظيفه الراجل. زياده تطوير البحث العلمي والنشر الدولي لتخصيص سياسه اتفاقيه من الموارد الذاتيه للجامعه تضاف الى موارد صندوق البحث العلمي. زياده دعم البحث والكورسات لحل مشاكل المجتمع المحلي والاقليمي والاثنين عشان يبقى لنا دور ايجابي. زياده كفاءه النشر الدوري خاصه في الدوريات المنظومه. زياده عدد المشروعات البحثيه للموارد الاقليميه والخارجيه. دعم المراكز البحثيه المتميزه للجامعه وتحفيز الكليات الاخرى على انشاء مراكز بحثيه. زياده كافه الاشراف على الرسائل وكذلك كافه مناقشه الرسائل على مدار المعروف الجامعات الاخرى. وذلك عن طريق تدريب موارد ذاتيه الجامعه في حين تعديل القانون. انا رحت ناقش رساله الدكتوراه في جامعه القاهره وانا عندهم كل 800 جنيه. مناقش دول 400 جنيه من الموازنه ودول 400 جنيه من تنميه الموارد الذاتيه بتاعتها. احنا الراجل الكبير عندنا بياخد 79 جنيه في رساله الماجستير ولما بيطلعوا عليه 222 جنيه في رساله الدكتوراه. والكلام ده برضه مش عاوز نرجع نسعى الجامعات ولا عاوز اي حاجه، عاوز مركز جامعه وعاوز مجالس متخصصه ونعملها مدونه شديده جدا عشان حتى تكون واضحه. عمل موقع على الانترنت تتضمن كافه رسائل الماجستير والدكتوراه من حتى الجامعه والنصوص والاحداث لو كان فيها ملخص مشترك كده اجنبي باللغه الانجليزيه والفرنسيه عشان الاشارات الاشارات او الاستعانه بمراجع تخش من ضمن حساب النشر الدولي. إصدار دوريات دولية لمحكمين دوليين تخصصات علمية وإنسانية. تشجيع عموم المقررات في الداخل والخارج والالتزام بإختيار القسم العلمي. علشان القسم العلمي ده ركن الرقيب في الجامعة، لازم يكون دوره في الجامعة. تقسيم جوائز أحسن الكورس المشهورة دوليا ومحليا. والإفتاح على المعاهد الأوروبية وتطوير عظيم الدراسات العليا في الساعات المعتمدة على قرار الجامعات الأوروبية. المحور بعد كده محور الجامعه والمجتمع. محور خاص بربط الجامعه والمجتمع عشان ويعيد عن طريق ربط الجامعه والمجتمع من خلال ماده خصص ماده يعمل ربط بين الجامعه والصناعه والتواصل مع رجال الاعمال الخريجين وتوطيد العلاقات مع منظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال. توسيع نطاق الاتفاقيات مع الجهات الاخرى. انشاء مكتب لتدعيم علاقه بين الجامعه والدول الافريقيه ودور القاضي الجديد. بصي عمل منطقه للتوسط علشان اتواصل مع جهات العمل والشركات عشان يعينوا خريجين الجامعه. المحور التاسع اللي بعد كده اعضاء التدريس وده محور مهم جدا. على اساس ان انتوا عارفين ان احنا اعضاء التدريس على مستوى الجامعات كلها وجامعة طنطا بصفة خاصة كتقارب دخول منخفضة مرتبات منخفضة وعشان نعوضهم عن هذه المرتبات المنخفضة لابد ان احنا نشوف الموارد الذاتية ونحاول توظيف هذه الموارد للخروج من مأزق انخفاض المرتبات في حين الاصلاح الكامل اللي هو الواقع الكامل لاعضاء هيئة التدريس. الاهتمام بالاوضاع الماليه والماديه لاعضاء التدريس عشان نحافظ على كرامتهم ومرجعيتهم الاجتماعيه في اطار مساندة تقاريرهم المشروعه وتعيينها بالوسائل القانونيه.
ادوات التدريس، لان ادوات التدريس النهارده لما بيقع ما فيش اي حاجه، ومش ادوات التدريس بس، ادوات التدريس والاسره الخاصه بيه زي ونحن من الاستراتيجيات الخاصه انها تكفل هذه الرعايه بطريقه واضحه. ايضا المكافئات لازم المكافئات تكون واضحه، لان بعض الناس بيتفاضل المكافئات وبعض الاخر بيتفاضل ومفيش فيه مساواه بينهم. احنا عاوزين نساوي مع تقنين هذه المكافئات وتوزيعها على السير العربيه التدريس في جميع الكليات والاعلان عنها على النت وعلى اساس كل الناس تبقى عارفه هو ايه وسيلته ايه ويكون في نظام مساواه واضح. توفير وسائل انتقال منتظمه ومستمره لسير العربيه التدريس في الجامعه. زيادة دخول عربية التدريس هي نقطة مهمة زي ما سبق ان اقول النقطة دي طبعا هنتبنى مطالب عربية التدريس بضرورة تعديل كادر عربية التدريس بما ان رفع الدخول ومساواة الحياة ذات الشهادة الخاصة وده هيتم عن طريق التعديل بتاع قانون تنظيم الجامعات اللي شفنا بس الجامعة هتتبنى هذا الأول. أيضا إلى أن تتبنى هذا الجامعة هنعمل إعادة توزيع إيرادات السنتين الخاصة بما يضمن تحقيق العدالة وأكبر قدر ممكن من الاستفادة. العمل على تعديل اسلوب صرف المال لنقل الاجازات للسادة عربية التدريس بدون لجوء للقضاء. النهارده اي واحد عشان ياخد البلد اللي ناخد من الاجازه بيرفع قضيه ويجلس مقررات ده مسموح بس يعني ليه نعمل حمل اي واحد تدريس عنها القضاء ومشاكل الوقوع امام المحاكم. فتح مجالات جديده للتعاون مع الاتفاقات بين الجامعه والجامعات العربيه والفقهيه والسعوديه عشان عربية التدريس وفرص زيارات علميه للناس والوكيل والدكتورات والعمل. تفعيل اعضاء التدريس كمشاركين ومسؤولين عن نقد وصنع القرارات عن طريق انشاء قنوات متعدده للتواصل، اشراك ممثلين اعضاء التدريس في الكليات وضع حلول ومطهره، وزي ما قلنا تطوير منظمه الرعايه الصحيه والاجتماعيه لاعضاء التدريس والهيئه المعامله عن طريق تطوير مستشفيات العياده الشامله، عن طريق انشاء مراكز علاجيه متميزه في الطب وفقره الخدمه الصحيه المتقدمه، العمل على تعديل ايرادات علاج اعضاء التدريس بالخارج على نفس الدوله بما يمكن صنع وزاده العمليات الاداريه. زياده موارد صندوق العلاج للعاملين والهيئه المعامله واطباء الامتياز. زياده المبالغ المقدمه من صندوق التكافل الاجتماعي لاعضاء التدريس. طبعا تقديم خدمات اجتماعيه عن طريق نادي اعضاء التدريس ويبقى في تواصل بين الجامعه ونادي اعضاء التدريس. النقطه اللي بعد كده مدى الجهاز الاداري في الجامعه والكليات. طبعا الجهاز الاداري ده مهم جدا، نعمل اعاده توصيف توقيت وكافه الوظائف في الهيئه الاداري. دكتور عامل يعني الحقيقه ماسك العمليه بانضباط شديد كل شويه بنحط خالص. عقد المقدر وهي رؤيه فنيه مع تفصيل الجهاز الاداري، اعداد برامج متكامله لوحه كفايه وتطوير اداء العاملين، وايضا تفعيل الخدمات الصحيه للعاملين على قرار الخدمات الصحيه للعوائل. المحور المهم جدا اللي هو المحور 11 مستشفيات الجامعيه. وده محور يعني من المحاور المهمه جدا فيه وبينعكس على الخطه الكامله للجامعه. الخطه الاستراتيجيه هي اولويه قصوى لتطوير مستشفيات الجامعه لتقديم خدمات متميزه تعود بالنفع على اعضاء التدريس والمنتفعين. انشاء مركز طبي لامراض الجهاز الهضمي. احنا بنشوف كل جامعه عندها ابروتش كده، يعني مثلا المنصوره كده. في جامعات ثانيه متميزه في تخصص معين، طبعا الدكتور علم البيئي هو اللي يتولى الموضوع ده، ان احنا يبقى لنا ابروتش برضه الجامعه تم تقييم مركز كده نركز عليه، يعني لو قلت مركز الجهاز الهضمي لكن ممكن يبقى اي تخصص اخر، المهم يبقى لنا تميز في تخصص معين. الاستفاده الكامله من الموارد البشريه المتميزه في الطب. إعادة هيكلة التمهيد وتطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة متميزة تحقق عائد مجزي. أولوية مطلقة لاستكمال المستشفى الجامعي وافتتاح المستشفى التنسي. الاهتمام بتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص اللي احنا سبق ان انا قلت حضراتكم علينا ان كل قسم علمي يكون مركز ذات طابع خاص علشان يعني يحقق تمهيد الموارد الذاتية. تحسين العلاج الاقتصادي للمستشفيات. إعادة مرة تنمية عملية وإدارية لمشروع الطلاب المنزليين بما يحقق استفادة أكبر استفادة لأعضاء التدريس. المحور 12 المكانة الدولية للجامعة. المكانة الدولية للجامعة إحنا هنبذل جهد لتحفيز النشر الدولي للدخول تحت تصنيفات حتى لو تصنيف الصيني، تصنيف بريطانيا والإمارات العربية وأسبانيا وأستراليا، حتى لو الصيني بيبقى فيه لنا برستيج. ضرورة اكتياز كليات الجامعة في مراحل احتمال الهيئة القومية لضمان دولي التعليم
واتوقع ان شاء الله الخطه الاستراتيجيه دي بنهايه 2013 تكون معظم كليات الجامعه بتاعتنا استفادت والجامعه تقدم الدعم لكل هذه الكليات. المحور السادس عشر والاخير هو محور استقلاليه الجامعه. المحور بتاع استقلاليه الجامعه تشكيل لجنه من مسؤولي الكليات والخبراء القانونيين من ضمن في مقترح تعديل تنظيم الجامعات بحيث يحفظ الجامعه الاستقلاليه ولا المركزيه ويضمن الاعضاء التدريس كافه الحقوق والانتهاء من كده بحدود 6 اشهر مع التنسيق مع الجامعات الاخرى عشان يبقى في تواصل بيننا وبينهم ونتائج من اعداد تعديل هذا القانون. ايضا لو قدر لي ان انا اكون مسؤول عن هذه الجامعه اعداد مقترح باسلوب اختيار مواطن رئيس الجامعه. برضه مواطن رئيس الجامعه الاليات اللي عامل ديت مرمانين خلاف التعليم احنا عاملين برضه ندرس مع بعض بعض اساتذه واعضاء الجامعه حضرات مع اعضاء الجامعه المخالي ولجنه القيادات بحيث نشوف هل هي برضه اللي انتفع بيها هذه المواد عند الدور الوطني المذكور. اخر حاجه تكوين مجلس الشهر الجامعه يكون بمساعده مجلس امناء يستعين به رئيس الجامعه او يستعين به قائد الجامعه في تحقيق نشاط الجامعه. اخيرا نختتم او نسك ختام كلام مصطفى عليه السلام الرسول الكريم سال اعرابي سيدنا رسول الله قال له متى تقوم الساعه؟ فالرسول الكريم رد عليه وقال له اذا ضيعت الامانه انتظر الساعه. فقال الاعرابي ومتى تضيع الامانه؟ قال اذا اسقط الامر لغير حاجه. عليه الصلاه والسلام. اشكركم على حسن الاستماع. شكرا سعاده الدكتور الاستاذ سعد الناصر. تحدث عن تطوير الجامعه من الكلمات التي اتتها للمصر من لا يتطور يتخلف ومن قد اثر على اداره قيادات الجامعه تصوير نمط الاداره بالمشاركه الاصرار على موازنه الجامعه كل ربع سنه احد وسائل زياده الموارد الذاتيه منح شهادات مهنيه بالاضافه الى موقف علمي في اقل اكتشاف كليات جديده زياده مكافاه الاشراف على الرسائل العلميه هيجعل الدراسات العليا في الساعات المعتمده المحافظه على كرامه اعضاء التدريس عدم اللجوء للقضاء للحصول على بدل النقد للاجازات ضروره اكتياس كليات الجامعه المراحل العلميه الاكاديميه خلال 2013 واخيرا بدءا لحاشيه الاستقلال الجامعه من اساس الحقوق هتنتهي من عملها في خلال 6 اشهر. انا حافظت طبعا الوقت للمناقشات وكما عاد بعد لسعاده الدكتور. شكرا دكتور بالسامي على البرزنتيشن الجميله في اليقظه وهي حاجه هي كذا سؤال اربع خمسه الصراحه اختار واحد حضرتك قلت احنا توسع في انشاء فروع الجامعه. فروع الجامعه بتبقى حضرتك لما حاجه تزيد دخل تزود دخل الجامعه زي جامعه الملوك اسكندريه او مكان متخصص فيه حاجات متخصصه زي مثلا النسيج في المحله هتزيد الثقل العلمي او الفني للجامعه. حضرتك لو احنا عملنا فروع الجامعه او فرع الجامعه في المحله هل هيكون لي نفس الامكانيات اللي هي موجوده الماديه والامكانيات الكفاءة الموجودة وإيه فايدة إن أنا أفتح فرع الجامعة والجامعة الأصلية على بعد 20 كيلو متر عشان آخد ربع ساعة ثلث ساعة طبعا السؤال بتاع الدكتور محمد سؤال وجيه جدا لأن لو إحنا هننشئ فرع الجامعة بنفس المؤسسة بتاعتنا ونفس المخصصات الموجودة فيبقى ما عملناش حاجة بالعكس إحنا زدنا المشكلة تحقيق زي ما لما كان عندنا فرع الجامعة في الشيخ لكن لما اقول فرع جديد في المحله مثلا زي حضرتك بتفضل تخصص نسيج فده ما ضمن ان هو ينمي موارد ذاتيه يعني هعمل فرع لو احنا عملنا فرع للجامعه يبقى ده مفهوم ان يكون في تنميه موارد ذاتيه ما يكونش على حساب الموارد بتاعت الدوله على اساس يبقى انا ايه بروح حوالين نفسي اذا كان فرع محله اللي هي طبعا عندنا ان شاء الله 2 كيلو بس هينمي الموارد الذاتيه بتاعته وهنستفيد من متغير ليه زي مثلا النسيج والتفوق والبلد بتاع المحله في النسيج يبقى ده شيء مطلوب، لكن اذا كان على حساب مصر الجامعه انا واحد من الناس مش هفضل ان احنا نعمل فرع. اتفضل.
هو الدكتور بيقول ان هيعمل مركز لبحوث الدراسات العليا، مركز بحوث. هل المركز ده هيبقى له مثلا استاف خاص بيه ولكل فروع الجامعه، يعني كل الكليات هيبقى ليها هناك معهد الصحه العلمي الاسكندريه او معهد البحوث؟ بس هو لا مش استاف خاص بيه، مش هنعمل هيكل ليه يعني، انما هعمل مركز بحوث في الجامعه وليكن هعمل تتكلم المبنى ده، المبنى برضه اكتر من الاقل شويه يعني، نعمل مركز بحوث تبع الجامعه، هذا المركز يبقى تحت اشراف تحت الساده المتميزين او نتداول اشراف عليهم من الساده المتميزين بالبحوث، ويبعد تماما عن اداره الدراسات العليا والاعمال الثقافيه والتعقيدات اللي موجوده في الروتين الموجود في القانون. يبقى ده مركز بحوث، واحنا عندنا في تخصصات مثلا في كليه العلوم، في كليه الصيدله، في الكليات كلها بتبقى ابحاث علميه، وهذه الابحاث العلميه حتى تنعكس على البرستيج بتاع الجامعه بتاعتها. اتفضل. يعني هل ده هيبقى ليه؟ لا ملوش هيكل، ده اللي فاهم كلام حضرتك. لا مركز بحوث خاص بابحاث، يعني هنعمل مثلا برانشات جديده بحيث ان هي يبقى ده تخصصات جديده ولا نفس التخصصات اللي في الكليه؟ لا نفس التخصصات بس نميزها، واذا كان في تخصص زي مثلا تخصص النانو تكنولوجي موجود في كليه العلوم، الاساتذه بتاعته بتروح بره بيستقروه في الجامعات الخارجيه في الخارج، علشان لانهم ما عندناهمش بس بدناش بيهم الجامعه بتاعتنا. فنعرف الحكايه التخصصات الماده ديت نعمل بس لسه، وهي الناس يعني ياخدوا وضعهم زي الشعب بيروح بره ياخدوا وضعهم في الجامعه، والجامعه تفخر بالنتائج البحوث بتاعتها. زي نتيجه البحث العلمي الموجوده في برج العرب؟ طبعا، بس زي نتيجه زي نتيجه البحث العلمي، بس مش هيكون فيها هيكله، هي مجرد اداره مستقله للبحث العلمي، دي اداره قائمه من الباحثين ذاتهم، لا مش الموظفين يعني. اتفضل. كرمت ام محمد، بعد اذن حضرتك، كل البرامج المعروضه بدأ كأن جامعة طنطا دي هتطلع النهارده. النهارده يعني مش موجودة أصلا. رغم إنهم بيقولوا إنه في خطة استراتيجية، والجامعة أكيد حققت حاجات كتيرة جدا، فما فيش أبدا استعراض، الجامعة واقفة فين؟ وإحنا هنمشي ليه؟ ده بيرجع لنقطة أساسية اللي هي الفترة الزمنية. لتطبيق كده، حضرتك قلت تغيير قانون الجامعات، إصدار مجلة دولية، دي بتاخد 3 سنين عشان تخش في التصنيف الدولي. لما تطلع تبقى ممتازه عشان يبقى لها امباكت فاكتور فور اب فور 3 ييرز. المده الزمنيه حضرتك وكان دي رؤيه رئيس جامعه مش رؤيه استراتيجيه الجامعه. تفتكر الرؤيه المده الزمنيه عشان الحاجات دي تحصل عايز قد ايه؟ انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، ان الخطه الاستراتيجيه اولا انا البرنامج بتاعي والسمه اللي انا بعرض لهم ما قالوش فروم سكراتش، ما قالوش من الاول، طبعا في فروم سابقه في الجامعه والاساتذه السابقين تولوا هذه المناصب، كانوا بوريهم على اهل الوقت وانا منتقص مش اي حد فيهم، ولكن احنا بنقول ايه؟ مثلا وقت اتفاقيات، رغم ان الدكتور محمد قال ان في 70 اتفاقيه. طب ما احنا يعني اتفاقيات انا لم ازيد، بس انا عاوز اقول لحضرتك ردا بس على كلام احنا في خطه استراتيجيه، والخطه الاستراتيجيه لا تتعلق بشخص، الشخص ده بيبقى ليه رؤيه وليه مبررات، ولكن لو بقى الخطه والاستراتيجيه يعني رئيس الجامعه هيبقى مؤدب جه سين جه صاد، في خطه استراتيجيه واضحه وهذه خطه، بس نحسن النوايا ونتكاتف في اعداد هذه الخطه بحيث تكون خطه واضحه، لكن الخطط الاستراتيجيه عشان الجوله وبتاع اننا نعلم انها كانت استجابه اوراق وتسديد اوراق اكثر من كده. لكن احنا عاوزين نكون صادقين مع نفسنا ونعمل خطط عشان نعرف كلماتنا. الخطه دي بعد كده عدد التنفيذ فقط. برضه ان احنا عملنا خطه والاستابلشمنت وعملناها كويس، يجي اي واحد ينفذ هذه الخطه. اتفضل. اتفضل. الحقيقه بشكر الاستاذ الدكتور سامي، في حاجات طبعا جدا وفي حاجات ممتازه حضرتك عرضتها، ومنها استخدام الوقت العلمي لتنميه موارد الجامعه. فكنت برضه يعني عايز بس استوصل حضرتك يعني اليه استخدام الوقت العلمي لتنميه الموارد. وحاجه ثانيه حضرتك كنت تقترح حاجه جديده اللي هو نائب رئيس جامعه للشؤون الماليه، وبالتالي وكلاء كليات الشؤون الماليه، هل كده بيبقى عشان في المجتمع ولا لا؟ ممكن الفكره دي عشان مع كلمة المجتمع، لأن المجتمع دي ضرورية يعني، والحقيقة في جامعات ونظام الجامعة الإدارية عندنا في مصر
عمل كده وعندها هنا في الجامعه في طبعا هي في الجامعه مش موجوده يعني بقيت اتجاه كويس عشان نعمل بس على العمل يعني اعتبار العمل ده شغل في اي حاجه الوقت العلمي في عمل وعمل مباراه مننا احنا في الجامعه احنا عندنا مثلا في مجال التجاره في وقت الدكتور شوقي الفنجاني وهذا الوقت مخصص للجوائز العلميه للبحث العلمي احنا ممكن نتواصل مع الشخصيات دي ونتواصل معاهم ونعرض عليهم ونجعل طلب مبرر مننا وعرض عليهم تسوق ان احنا نتسوق هذه المبررات لان الوقت العلمي ده لو عملناه هيبقى هينمي الجماعه بطريقه مميزه. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنشكر حضرتك على العرض وعلى الكونتنت بتاع العرض. طبعا اثر الكونتنت لو اتحققت انا افضل من جامعه فانتر كامبريدج لو حصل تفعيل لكل الايتمز اللي حضرتك عرضتها. لكن في نقطه حضرتك عرضتها وهو انشاء ثلاث او اربع خمس كليات جداد يعني فنون جميله واعلام وكذا وكذا وكذا. يعني حضرتك تجد من الاحرى انا عارف من الاحرى يعني ان احنا في الوقت بنتكلم على البنيه المتهالكه لكليات كتير جدا سواء التربيه الرياضيه والزراعه عايزه كذا والعلوم عايزه معامل وكذا ان احنا نركز ان احنا نصلح من حال الكليات دي بدل من انشاء الكليات الجديده. طبعا كلام الدكتور مصطفى كلام جميل جدا ان احنا عندنا كليات فيها بنيه متاكله وفي نفس الوقت هنضمنين نعمل كليات جديده. الحقيقه نمشي في الاثنين مع بعض وطبعا ان احنا نعمل تنميه موارد ذاتيه مهمه جدا. انا الحقيقه تعلم في مجلس الجامعه عندنا 13 كليه بس 13 كليه يعني ما تحسبنيش الكلمه جامعه يعني ثقيله بعد الكليات لو قارنتها مثلا بجامعة الكتاب مثلا ولذلك في أجيال المجمع الكتاب بتاعنا 44 سور المجمع الكتاب بتاع جامعة الإسكندرية كان كام سور؟ 82 سور ما هو ده بيعكس عدد الكليات اللي موجودة في الجامعة هم عملوا نفس القرار اللي احنا عملناه. فاحنا طموح إن تبقى الجامعة بتاعتنا جامعة كبيرة جامعة فيها تخصصات مش موجودة تستثمر في التخصصات. اتفضل يا دكتور.